الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. روى الإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من أعظم العبادات، فحصر العبادة في الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكما قال: الحج عرفة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فجعل العبادة هي الدعاء، لأن الدعاء إما أن يكون مسألة وإما أن يكون دعاء عبادة. فدعاء مسألة السؤال والطلب، أن يسأل من الله عز وجل جلب خير أو دفع شر، أو دعاء عبادة وهي صلاتنا وصيامنا وأي عبادة لتعبد الله سبحانه وتعالى بها. سمي الدعاء لأنه بلسان حاله يقول: اللهم أجرني وأثبني على هذه العبادة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ابن القيم: فقوله سبحانه ادعوني أي دعاء عبادة، أستجب لكم أي أثيبكم، أو أن المراد ادعوني أي اسألوني، أستجب لكم أي أعطيكم. ففي قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية فيها بشرى لكل داع، أنه إذا دعا فدعاؤه مستجاب بشرط: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا كان مستجيبا لأمر الله ورسوله، منقادا لأمرهما، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، فهنا يكون دعاؤه مستجاب. إذا رأيت في حال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت دعاءه كله، رأيت حياته كلها دعاء. إذا دخل المسجد له دعاء، وإذا خرج له دعاء، إذا خرج من البيت له دعاء، عند مشيه له دعاء، في كل حال. أول ما يدخل الصلاة له دعاء، كحديث أبي هريرة، في آخرها دعاء، وتجد في ركوعه وسجوده دعاء، وتجد أن بعد التشهد دعاء، وإذا انتهى من الصلاة له أدعية، وفي صباحه وفي مسائه وفي كل حال، لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه. ومن علامة فلاح العبد أن يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمره. قالت عائشة رضي الله عنها: ليسأل كل امرئ ربه حتى شسع نعليه إذا انقطع عليه. وقال عروة لما رأى رجلا ينقر في سجوده قال: أما لك إلى الله حاجة؟ إني أسأل الله عز وجل كل شيء، حتى الملح إذا نقص في بيتي. هكذا إذا كان الإنسان كثير الدعاء نفعه ذلك في أيام الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فذكر ابن رجب رحمه الله آثارا عن بعض السلف، قال عن الضحاك بن مخلد: قال فرعون لما كان مستكبرا كافرا في أيام الرخاء، فلما أراد أن يؤمن لم ينفعه ذلك. وأما يونس عليه الصلاة والسلام فلما كان مؤمنا أيام الرخاء، فلما نزلت به الشدة ودعا استجاب الله له. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعا به مكروب إلا استجاب الله له. فلما قال فاستجبنا له، أي الدعاء مستجاب، لكن متى يأتي ونجيناه من الغم؟ ولذا أتى لها بواو الذي لا تدل على التعقيب والفورية. فدعاء الإنسان مستجاب إذا كان الدعاء بشروطه، وأما الإجابة فقد تأتي اليوم أو غدا على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب ما يصلح العبد وينفعه. وذكر وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن العبد إذا كان دعاء في أيام الرخاء، فإذا نزلت بالشدة ودعا، قالت الملائكة: ربي هذا صوت معروف، فيشفعون له عند الله عز وجل حتى يقضي الله له حاجته.
وإذا لم يكن كذلك قالوا ربي هذا دعاء غير معروف فلا يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي العبد ليستخرج منه الدعاء والإقبال على الرب سبحانه وتعالى، ويستخرج منه التضرع والانطراح بين يدي الله، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. قال ابن رجب رحمه الله عن ابن مسعود قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة وغيرها فيدعو الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لجبريل أو لملائكته اصرفوا هذا عنه فإني لو يسرتها له لأدخلته النار، فيصرف عنها فيبقى يتلوم لا مني فلان ولا مني فلان، ولا يدري أنه فضل الله سبحانه. بالدعاء فاز من فاز وخاب من خاب. وفي سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، فالله عز وجل يحب أن يسأل. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين والعبد كلما دعا أحبه الله وقربه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العبد كلما دعوته، بل ولو أن الزوجة والولد طلبوا من الأب وأكثروا لمل ونفر منهم ورأى في نفسه ضيقا من كثرة طلباتهم وربما أبغضه لكثرة طلباته يوميا، أما ربنا سبحانه وتعالى فإنه يفرح أيما فرح إذا دعاه العبد، لأن الله سبحانه وتعالى من مقتضيات ربوبيته أنه الرازق وأنه هو الذي يطعم ويكسو والذي يعطي كل شيء لعباده. قال ابن رجب رحمه الله والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل الطعام والشراب والكسوة، لأن هذا من مقتضيات الربوبية، فإذا دعاه الإنسان دل على توحيده لله سبحانه، لأن قلبه تعلق بالله، فلا يريد طعاما إلا من ربه ولا شرابا إلا من ربه. ولا يخفى عليكم الحديث القدسي وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا مني الطعام. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قد يأتيك مواسم الكسوة كالعيدين، اطلب الله عز وجل أو في غيرها من الأوقات احتاج إلى لباس لولده لزوجته لنفسه، كان في نفسه شيء، فإذا طلب من الله سبحانه وتعالى الكسوة يأتيه ذلك بإذن الله عز وجل بحسب تصديق العبد وإيمانه وصدقه مع الله سبحانه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، اطلب الهداية لنفسك لولدك لقريبك، ستجد أن الله سبحانه وتعالى عند ظن العبد. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. إن كان ظنك بالله سبحانه وتعالى أنه لن يهينك وأنه سيعطيك وأنه سيفعل بك، وهذا ظن حسن بالله سبحانه وتعالى مع عمل صالح، كان الله معك كذلك سيعطيك ويتفضل عليك ويكرمك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وفي رواية للترمذي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وأما إذا كان ظن بالله عز وجل سيء فظنه كيف سيعطيني ومن أين وما الذي عملت حتى يعطيني، وماذا عندي من تجارة أو زراعة أو حرفة أو غيرها حتى يعطيني، يستعظم على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ويستبعدها. إن الله عز وجل يكون عند ظنه السيء فلا يعطيه ما قال. وقال ابن بطال رحمه الله وقال القرطبي رحمه الله في المفهم ويدخل فيها التوبة، فإذا كان الإنسان مستغفرا تائبا وظنه أن الله عز وجل يقبل منه إن الله عز وجل يقبلها. وأما إذا كان ظنه أنه إذا تاب توبة صادقة نصوحا وأن الله عز وجل لا يقبلها، فالله عز وجل عنده كذلك. فلذا إذا دعا الإنسان ربه ليكن محسنا في الظن فإن ظنه الحسن من أسباب قبول الدعاء. والدعاء أمره عجيب، قد يستجيب الله عز وجل لك ويخرق العجائب بسبب الدعاء. ألا ترى إلى دعاء نوح
وأن الله أغرق الأرض ومن عليها بدعوة رجل صالح واحد، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أغرق الله الأرض ومن عليها بدعوة واحد. هدى الله سبحانه وتعالى قبائل وأمم بدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فجاءوا كلهم مسلمين. أبو هريرة رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن أمه أبت أن تسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة بأن يهديها الله، فما رجع إلى بيته إلا وهي تقول انتظر أبا هريرة، وإذا هي تغتسل غسل الإسلام، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنها أبي هريرة مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى كل مؤمن. قال أبو هريرة: فما ولد مؤمن إلا وهو يحبني. ولذا ذهب بعض أهل العلم كالحاكم وغيره أن حب أبي هريرة من علامات الإيمان، وضده بضده. ابن عباس ما أصبح عالما وحبر الأمة إلا بدعاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بسببها أصبح ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ومن علمائها ومفسرها بدعاء. زكريا ما أعطي الولد إلا بدعاء. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيدعو الله عز وجل خوفا وطمعا وفيما عند الله عز وجل. فكان هذا من أسباب الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. وحدث ما تشاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الثمرات التي أعطى الله سبحانه وتعالى عباده الداعين. يغفر الله ويتوب ويعفو ويتجاوز، كل هذا إذا دعا الإنسان ربه وصدق مع الله سبحانه وتعالى. صح عن أنس رضي الله عنه أن غلاما أتى فقال: أبا حمزة، أرضك لم يصلها شيء من الماء، فيخشى على الزرع من الفساد والهلاك. فقام أنس رضي الله عنه وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فأنزل الله مطرا على أرض أنس وهو بالبصرة، وهذا المطر لم يتجاوز أرضه. تخيل موقف عجيب، مطر ينزل على أرض معينة محددة لا يتجاوزها إلى أرض أخرى ولا إلى ما سواها. إنه الدعاء يصنع المستعيه في نظرنا، ولا مستحيل على الله عز وجل. يعمل العجائب الدعاء. ما الذي يمنع أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يحفظه القرآن، أن يثبته على دينه، أن يرزقه عبادة معينة، أن يرزقه أي شيء من خير الدنيا والآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بأن يكثر الله له ماله وولده. يقول أنس: فما جاء في زمن الحجاج إلا وقد ولد وقد جاء له من الولد أكثر من 120، أكثر من 120. الدعاء لا صعب على الله سبحانه وتعالى، لا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان يدعو بصدق، يدعو من قلبه، سيجد أثر ذلك عليه. نحن دعاؤنا باللسان: اللهم افعل لي، اللهم ارزقني كذا، وفي قلبه من الشك والقلق الشيء الكبير، كيف ومن أين وعلى كذا. ولذا قال ابن القيم: ينبغي الإنسان إذا طلب شيئا من ربه ألا ينظر إلى فعل الله، كيف ومن أين ومن طريق من. هذا الذي أمرك الله أن تدعو، وأبشر بإجابة الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت علمت بأن الله عز وجل قد استجاب لي. قال ابن القيم: فإن الله عز وجل ما حملك على الدعاء إلا وهو يريد أن يعطيك، فأراد الله عز وجل منك أن تسأل حتى يعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أفقرك إلا ليغنيك، إلى آخر كلامه. لكن
من الذي يسأل؟ من الذي يطلب؟ فأطلب الله عز وجل وأكثر، ولو في كل ليل ونهار، ولو في كل ثانية، في كل دقيقة يسأل الله عز وجل ويدعو. كان من فقه بعض السلف كما ذكر النووي في مقدمة المجموع، إذا أراد حاجة دعا بها لإخوانه، فيريد سيارة، يريد بيتا، يريد كذا، يدعو الله عز وجل لبعض أصدقاء: اللهم أعطي فلان كذا كذا، حتى يقول الملك: آمين ولك مثله. قال: لأن دعاء هذا الدعاء الإنسان لغيره، وتأمين الملك، تأمين الملك مستجاب، دعاء الملك مستجاب، ودعائي قد يستجاب قد لا يستجاب لما عندي من الذنوب. فالله عز وجل قد يحرمك الإجابة بذنب اكتسبته. فكان من فقه بعض السلف أنه كان يدعو لمن يشاء من إخوانه حتى يستجيب الله عز وجل للجميع. كان بعض السلف كأبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي يقول: إن لي 70 من أصدقائي أدعو لهم في صلاتي، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وبنحو هذا عن يحيى بن سعيد القطان قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لي، يقول لولد الشافعي لما رآه: أبوك أحد 5 ممن لا أنساهم في صلاتي، لا أنساهم في صلاتي. انظر على الدوام وهو يدعو للشافعي رحمه الله، لأنه كان سببا في علمه للفقه. لذا قال الإمام أحمد: كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي، وكان أهل الرأي يلعنوننا ونلعنهم حتى أتى الله بالشافعي فوفق بيننا. قال زفر رحمه الله: إني في صلاتي، أو قال نعم، قال أبو يوسف رحمه الله: إني في صلاتي لا أنسى الدعاء لأبي حنيفة لأنه شيخه مع والدي، فإذا دعوت لوالدي لم أنسى أن أجعل بجانبهما أبا حنيفة لأنه كان سببا في علمه وفقه. فانظر، دعاء مستمر، دعاء على الدوام في كل حال، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت حياته كلها دعاء. ولما علموا فضل الله سبحانه وتعالى، ولأن الله يحب أن يدعى، وكلما دعوت وأحبك وقربك وكنت أفضل من سابق. فإذا ما الذي يمنع الإنسان من الدعاء والإكثار منه؟ إنما هو خذلان الله عز وجل لمن يشاء. فتركنا للدعاء خذلان وعقوبة، عاقبنا الله عز وجل أن حرمنا لذة الدعاء، أن حرمنا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فأصبح الإنسان متكلا على جهده وعمله وقوته في إنجاز مهامه، فوكل الإنسان إلى الضعف، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف. فلذا من علامة سعادة العبد، من علامة توفيق الله له، أن يوفقه الله عز وجل للدعاء، لأن بعده كل خير، لأنه إن قصر في عبادة أكثر من الدعاء حتى يستجيب الله له. فيدعو الله عز وجل أن يجعله متصدقا، أن يجعله مصليا بارا بوالديه، أن يجعله واصل الرحم، رأى من أخلاقه تغيرا، طلب الله عز وجل أن يرزقه حسن الأخلاق. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أنت في أيام عافية، في أيام صحة، في أيام غنى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت متعرفا على الله بكثرة الدعاء، أن يجنبك الله الشرور، أن يجنبك من يؤذيك، أن يجنبك كل ماكر وحاقد وحاسد، أن يوفقك الله. وكنت متعرفا إلى الله بعبادته والإقبال عليه، إذا نزلت بك الشدة أول ما تدعو يكون الدعاء مستجابا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. قال ابن القيم في شفاء العليل: لأن قضاء الله عز وجل نوعان، قضاء مبرم كمثل الموت، كمثل الأرزاق، فهذا لا يتعلق به شيء، لا بد من نزوله حتى ولو دعوت. وهناك دعاء، وهناك قضاء معلق، يكون هذا القضاء إن دعا فلان لم ينزل عليه وإلا فلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهما لا يلتقيان في السماء فيتعالجان إلى يوم القيامة. فالدعاء يمنع نزول القضاء. ربما كنت ستبتلى بمرض يكدر عليك حياتك كلها، ربما كنت ستبتلى في ولدك، في أهلك، في أقرب الناس إليك، ربما كنت ستبتلى في مالك فتصبح فقيرا
تسأل الناس بعد أن كنت غنيا تتصدق عليهم، دعاءك المستمر أن يجنبك الله الشرور وغير ذلك، تستعطف الله عز وجل عليك وأنه لا يبادرك بالعقوبة مع كثرة الذنب وكثرة التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. فإذا كنت مقبلا على الله سبحانه كثير الدعاء أن يوفقك الله إلى ذلك. ألسنا نعتقد كلنا أنه لا خير إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، ولا شر إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي قضاه وقدره؟ الجواب بلى. ومع ذلك أين دعاؤنا إقبالنا على الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى كذا وأن يوفقك وأن يوفقك وأن يصرف عنك الشرور كلها ظاهرة وباطنة؟ تدعو لولدك، لأقرب الناس إليك، تدعو للمسلمين ولبلاد المسلمين، يدعو لإخوانه في جميع الأرض حتى يظهر صدقه، حتى يظهر صدقه وحبه لإخوانه المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك أن تكون في خير، في سعة، في عافية، فأحبب للناس ذلك، ومنه أن يدعو لهم بالتوفيق، أن يدعو بأن يصلح الله، أن يعطيه الله كذا، أن ينعم عليه حتى يشترك الجميع في الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الصالحين المقبلين عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه جواد كريم، والله أعلم.